السياسات دي أدت في النهاية لأنه عدد قليل من الشركات الرأسمالية الكبيرة بقت هي اللي بتمتلك كل الشبكات الإعلامية تقريبا. لا، والعدد ده بيقل بالتدريج كمان. يعني في 1983 كانوا 20 شركة بس عندهم 80% من شبكات الإعلام، في 2012 بقوا 9 شركات بس وعندهم 90% بحالهم. والكلام ده طبعا ما حصلش في أمريكا بس، لا، ده بقى النظام اللي الدنيا كلها ماشية بيه، إنه عدد محدود جدا من الشركات أو الجهات هي اللي عندها المنصات الإعلامية وبتتحكم فيها. وطبعا ده حقق بالظبط التصور اللي كان ليبمان بيتكلم عنه، إنه هيمنة رأس المال والسلطة على الإعلام خلوه أداة للتضليل مش لنقل الحقيقة خالص. وإدارة المؤسسات الإعلامية بنفس منطق إدارة شركات الشيبسي أو العقارات بقى معناه إن أقصى طموحها إن هي تحقق ربح أكبر مع تخفيض تكلفة الإنتاج. وعشان كده مثلا عدد الصحفيين بتقل للحد الأدنى في أمريكا مثلا، يعني قل عدد الصحفيين من 2008 لحد 2020 بنسبة 57%. ويا ريت الموضوع بيقف لحد هنا، لأنه علاقة السلطة ورأس المال بالصحافة مش بس مقتصرة على التلاعب والتحكم، لكن ممكن أحيانا توصل للإزاء والقتل.